العام على كافة الإجراءات اللي تمت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تنفيذا لقرارات مجلس الإدارة لإدارة العملية الانتخابية ومدى جاهزية الهيئة للاستحقاق الانتخابي في الداخل إن شاء الله. بالفعل تم تهيئة كافة المقرات اللجان الفرعية وتم تجهيزها ووصول كافة اللوجستيات المتعلقة من سواتر وصناديق اقتراع، وتم معاينتها وفقا للضوابط اللي تم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتيح للمواطن أن يباشر حقه السياسي في مباشر حقوق السياسية بسهولة ويسر. وتم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة، تم وضع الإرشادات الخاصة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، ودي أول مرة نعملها بشأن ذوي الإعاقة السمعية. تم وضع بوسترات خاصة بذوي الإعاقة السمعية، وتم برضو إعداد بطاقة برايل وتم استخدامها في خارج جمهورية مصر العربية وأتت ثمار جيدة. وتم تجهيز كافة اللجان الفرعية بكروت برايل تمكين ذوي الإعاقة البصرية لمباشرة حقوقهم السياسية مباشرة دون مساعدة. وأن الأصل العام كان وفقا للقانون يتيح لذوي الإعاقة البصرية الاستعانة برئيس اللجنة الفرعية. بالفعل تم تسليم كافة أوراق العملية الانتخابية. آخر محافظة استلمت كانت محافظة القاهرة امبارح. الآن وأنا بكلم حضراتكم السادة رؤساء اللجان الفرعية، السادة رؤساء اللي هم من الهيئات القضائية والسادة القضاة، بيتم تسليم أوراق العملية الانتخابية الخاصة باللجان رئاستهم. وتم بالفعل التجهيز لاستلام الأوراق. تم الاستعانة وتم عدد الهيئات القضائية المتواجدة 26,000 قاضي. تم الاستعانة ب 15,000 منهم من بين رؤساء لجان متابعة ورؤساء لجان عامة ورؤساء لجان حفظ ورؤساء لجان فرعية. عدد المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية 9,376 مقر انتخابي ما بين مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز شباب ووحدات صحية موزعة على مستوى الجمهورية. عدد لجان الاقتراع 11,631 لجنة فرعية موزعة توزيعا جغرافيا روعة في التيسير على الناخب لتمكينه مباشرة حقوق سياسية. وفي هذا السياق كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت على موقعها قاعدة البيانات بعد توزيعها على هذه المقرات، وتم فتح باب الطلبات لتقريب اللجان للناخبين. وبالفعل تلقت الهيئة الوطنية 5,550 طلب استجيب لكل الطلبات. وبالفعل تم تقريب كل من تقدم بهذه الطلبات إلى اللجان الأقرب له لإتاحة الفرصة للإدلاء بصوته. أصدر برضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية انتخابات قرار بإنشاء لجان فرعية في كل محافظات الجمهورية. والغاية من القرار هو تمكين كافة الناخبين المتواجدين خارج مقر أو موطنه الانتخابي في أيام الاقتراع أن يتوجه لتلك اللجان والإدلاء بصوته. وده جه قرار ده نتيجة الشكاوى اللي تلقيناها خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة في المناطق السياحية ومحافظات الحدودية والمناطق الصناعية والعاصمة الإدارية والأماكن اللي بيتواجد فيها المغتربين. وبالفعل استجابة لهذه الشكاوى تم تحقيق العدد الكبير منها، واستجابة ليها تم تحديد مقرات بالتنسيق مع الجهات المعنية عشان نقدر نحدد الكثافات المتواجدة في هذه الأماكن عشان نيسر لهم التحول، منها محطة مصر، مطار القاهرة، المناطق الصناعية، العاصمة الإدارية، كافة المناطق الصناعية المتواجدة على مستوى الجمهورية في بورسعيد أو في بني سويف، كل المحافظات التي بها تجمعات مغتربين بالتنسيق مع الجهات المعنية تم بالفعل تحديد مقرات ليهم وتم الإعلان عنها في موقع الهيئة. وبالتالي احنا أعلننا
وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة كافة المقرات اللجان الفرعية وبالأخص لجان الوافدين أو لجان المغتربين، ومن حق أي مواطن يدخل دلوقتي على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ويستعلم عن مقر اللجان المغتربين، هيطلع له المحافظة واللجان العامة أو الأقسام التابع ليها تلك المحافظة ولجان المغتربين المتواجدة في هذه اللجان العامة، ويتوجه لأقرب لجنة موجود محل العمل الخاص به لتلك اللجان لتمكينه من إدلاء بصوته. إن شاء الله باكر هيتم نقل السادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بداية من مساء باكر، وروعي إعداد جدول لنقل السادة القضاة وفقا للمسافات على مستوى الجمهورية، وتم استخدام وسائل النقل على قطار، قطار النوم وقطار الركوب، وتم وضع جدول زمني واختر به السادة القضاة، وإن شاء الله هنكون في استقبالهم باكر لتوصيلهم للجانهم إن شاء الله. تم توجيه الدعوات لكل السفارات الأجنبية المعتمدة لدى جمهورية مصر العربية لمتابعة العملية الانتخابية، وبالفعل تقدم 24 سفارة، وتباعا بيتم قيد باقي السفارات. عدد المتابعين الدبلوماسيين اللي تم قيدهم بالفعل 67 دبلوماسي متابع للعملية الانتخابية. تم قيد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابع دولي. تم قيد عدد 62 منظمة محلية بعدد 22,540 متابع محلي. تم قيد عدد 528 متابع إعلامي دولي ما بين زائر ومقيم. وتم قيد 115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف. تم قيد عدد 70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بعدد 4218 متابع للتغطية الإعلامية. وفقا للجدول الزمني اللي تم إعداده وتم إعلانه من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والذي أعلن عنه السيد رئيس الهيئة، هيبتدي الصمت الانتخابي من يوم 8/12، الصمت الانتخابي لمدة 48 ساعة إعمالا لصحيح القانون، يعني يومين قبل الاقتراع. ومن هنا نقدر نقول أن الصمت الانتخابي المستهدف به أن لا يجوز لأي مترشح أو حملته الانتخابية التحدث عن البرنامج الانتخابي أو أي شأن من شؤون الانتخابات التي تؤثر على إرادة الناخب. والغاية المبتغاة من الفكرة بتاعته المشرع قصد من هذه الفكرة أن يمكن الناخب أنه يختار دون تأثير من يناسبه ويتم ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ليقود البلاد خلال السنوات الستة القادمة. ومن هنا احنا بندعو كافة المواطنين للمشاركة ان شاء الله. وكده الامور بالنسبة لنا اتضحت، لو في اي اسئلة لحضراتكم فضل فن. السؤال الأول هو بالفعل القانون الفندم أناط الحق لكل رئيس لجنة فرعية أنه بعد اليوم الثالث يغلق لجنته ويبتدي في أعمال الفرز ويعد هذا المحضر، محضر الإجراءات ومحضر فرز اللجنة الفرعية بداخل مقر اللجنة الفرعية، ويتوجه بعد كده للعمل لتقديم هذه الأوراق للجنة العامة. السؤال الثاني، اللجان المغتربين هو ضمانة فيها طبعا سادة قضاء وإشراف قضائي كامل، وجود الحبر الفسفوري، قيد الأوراق وقيد الأسامي والاطلاع على قاعدة بيانات الناخبين. وبرضو بضيف لحضراتكم أن تم فعلا غرفة عمليات الهيئة الوطنية اللي هي الغرفة المركزية دي برضو مفعلة وموجودة وهتتابع العملية الانتخابية ساعة بساعة، وده الإجراء ده متبع في كل الاستحقاقات أن في غرفة عمليات بتقوم بمتابعة العملية الانتخابية. في أي استفسارات لحضراتكم؟ تفضل يا فندم.
هو بالفعل لما تم توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة أكثر من جلسة تم اتفاق بيننا وما بين المجلس القومي لذوي الإعاقة أنه يجب الإتاحة والإتاحة دي تتم بالإجراءات التي يجب أن تقوم بها بالتعاون مع المجلس. وبالفعل من أول الإجراءات التي اتخذت أن احنا نتيح لذوي الإعاقة السمعية البوسترات تفيد كيفية عملية الاقتراع. والفئة بتاعت الإعاقة السمعية دي كان فعلا احنا مش يعني ما كانش فيه التنسيق ده اللي أدى إلا ان احنا نوصل بالفكرة ان احنا نوجد بوسترات تدي المساحة وفكرة الإتاحة لكل ذوي الإعاقة السمعية. أما الإعاقة البصرية بالفعل كانت فكرة بطاقات برايل تم قبل كده في استحقاق انتخابي في 2014 و2018 ولكن لم يتم نشرها على كافة اللجان الفرعية. المستحدث عندنا أن احنا عملنا نشرناها على كل اللجان الفرعية وجزء من اللجان الخارج جمهورية مصر العربية، وكان الغرض منها المناطق اللي فيها التكدسات وتجمعات. وإن شاء الله هنرصد هل هذا يحتاج أكثر مزيد من أن احنا نتيح لذوي الإعاقة وإيه الإمكانية الأكثر عشان ندي لهم الإتاحة إن شاء الله. في أي استفسار؟ تفضل فهم. هو القاعدة الرئيسية لو أي مواطن باشر حقه السياسي في خارج جمهورية مصر العربية، احنا بالفعل حصلنا دلوقتي على كل من أدلى بصوته خارج جمهورية مصر العربية وبيتم رفعه من لجانه الخاصة اللي هو مقيد فيها، وبيتم هذه الكشوف بترسل للسيد رئيس اللجنة الفرعية لاستبعاده. طيب لو فرضية اللي حضرتك بتقولها ان هو لم يمكن او ما أدلاش بصوته خارج جمهورية مصر العربية، يرجع للأصل العام ويتوجه للجنته المقيد فيها. إذا كان متواجد في غير مقره الانتخابي يحق له أن يستعلم عن اللجنة الوافدين ويتوجه إليها ليدلي بصوته ويحط إصبعه في الحبر الفسفوري، ودي ضمانة لي لعدم تكرار الصوت. في أي استفسارات يا فندم؟ متى إحنا مع حضراتكم هنتابع أول بأول، وبداية إن شاء الله من أول يوم الانتخاب هيبقى غرفة العمليات منعقدة بصفة مستمرة من بداية الفتح حتى تمام الانتهاء بإن شاء الله حتى اليوم الثالث. بشكر حضراتكم ومتابعين مع حضراتكم أول بأول. شكرا جزيلا لحضراتكم.